الآن مشاهدينا الكرام تنضم معي محللة أولى للأسواق المالية في دبي السيدة فرح مراد. مرحبا بك سيدة فرح معنا في هذه الجولة من الأسواق. أبدأ معك من منتدى الاقتصاد العالمي دافوس الذي انطلق منذ يومين ويواجه تحديات اقتصادية حرجة وسط اضطرابات جيوسياسية. توقعاتك سيدة فرح لهذا المنتدى، لمخرجات هذا المنتدى، تفضلي. على الاستضافه هلا يمكن كان في عنا صوره شوي ايجابيه اكثر، خصوصا من بعد كان عنا 3 سنين صعبين فيما يتعلق بالعولمه بشكل عام، مشان هيك منتدى كان مهم نرجع نشوف توجه السياسيين وكمان القطاع الخاص والقطاع العام يكون عم نشوف التحديات القادمه. تحديات واضحه، كنا عم نحكي عن التكنولوجيا، كنا عم نحكي عن طبيعه الحال الضغوط الجيوسياسيه، الانشقاق كمان اللي عم بيصير اكبر ما بين الصين والولايات المتحده، الذكاء الصناعي والاهم ودائما بنكون عم يحكوا عنه كمان هو طبيعه الحال التغير المناخي. هلا كنا متوقعين يمكن يكون صوره افضل في هذا العام، ولكن كمان التطورات في الشرق الاسود الشرق في الميدل ايست كمان شوي رجع رد هالمخاوف، شوي عم نشوف هالانشقاق، هيك يمكن مبادرات او هيك اماكن عم ترجع تعيد السؤال اكثر من انه شو الاهداف البعيده، على قديش نحن عم نبتعد يمكن عن العولمه وعم نتوجه اكثر لما يسمى في يمكن الكامبس الاقتصاديه او المخيمات الاقتصاديه التي قد تسيطر على يمكن المشهد العام في ما بين الدول في السنين القادمه. مشان هيك حلو نكون عم نسمع اراء البعض، خصوصا يمكن في المشاكل والحلول اللي يمكن العديد من البلدان على الرغم من اختلافها عم بيواجهوها، ونسمع آرائهم خصوصا مع عام قادم فيه انتخابات قد تغير كمان شكل السياسة العالمية. ولكن كمان عندنا العديد من الأصوات اللي بتقول هالاجتماع شوي مثل ما بيقولوا ما كثير عم بيقدم خدمات، البعض عم بيوصفوا بانه يمكن بنروح عليه لنشوف اغنياء العالم عم يجتمعوا وعم بيقضوا وقت يمكن في دافوس، ولكن طبيعه الحال من الجيد ان نكون عم نسمع الاصوات واختلاف الاراء ما بين هالمخيمات الاقتصاديه اللي عم تتشكل. طيب سيدة فرح، يعني في ظل الأزمات الحالية سواء أزمة البحر الأحمر وانقطاع الشحن من تلك المنطقة لبعض الشركات الشحن، أو الأزمة الجيوسياسية التي بدأت بالتوسع في غزة، بدأت الآن يعني كان هناك يوم أمس قصف على العراق، قصف من فصائل المسلحة بالعراق على قواعد أمريكية في سوريا وغير سوريا، بالتالي هو توسع لموضوع التغير الجيوسياسي. مثل هكذا مواضيع نوقشت أو تتوقعين أنها نوقشت في منتدى دافوس؟ بطبيعة الحال هلا هو كمان من الأمور الأساسية اللي كنا عم نشوف وجود كمان رئيس أوكرانيا، المخاوف كمان في توسع يمكن المشاكل مش بس في الشرق الأوسط، كمان مثل ما كنا عم نحكي في الولايات المتحدة والصين، ما بين الولايات المتحدة والصين أمر طبيعي. هلأ شو هو تأثيره، شو اللي عم يتوجه عليه؟ من يمكن الأمور اللي عم نلمسها هو تشكل مثل ما كنا عم نشوف بريكس، لنوعا ما عم يجرب كمان يخلق نوع من مثل ما كنت عم اقول لك مخيمات اقتصاديه. فهيدي الامور كلها، وحتى في العام الماضي كنا عم نبلش نسمع اصوات في دافوس عم تحكي عن بعيدا عن العولمه، عم نبلش نحكي عن يمكن الاكتفاء الذاتي، نوع من يمكن العلاقات ما بين الدول بعيده عن العولمه. هيدي امور بتاثر بشكل عام على سلسله الامدادات، موضوع قد نرى كمان في المنتدى. الامر الاخر التضخم اللي هي مشاكل كمان عالميه عم يواجهها كل الدول كمان في انحاء العالم. فما بين مخاوف التضخم ما بين كمان المخاوف الجيوسياسيه اللي عم تخلي كمان تشكل او يمكن اختفاء بعض العلاقات كمان الاقتصاديه، بطبيعه الحال هذا الاجتماع مهم ان كان لنسمع ارائهم او لنشوف يمكن الروابط الجديده اللي رح تتشكل. طيب ذكرتي مجموعة بريكس سيدة فرح، وزير التجارة السعودي على هامش المنتدى ذكر أن المملكة لم تنضم رسميا إلى مجموعة بريكس النامية. أود أن أسألك عن التداعيات في حال انضمام المملكة العربية السعودية باعتباره أكبر منتج للنفط في العالم إلى مجموعة بريكس، ماذا من الممكن أن يكون شكل التبادلات التجارية بالتحديد؟
هلا رح اقول لك كمان نقطة أهم، لأنه بطبيعة الحال إذا عم نحكي عن مجموعة اقتصادية عم نحكي عن تبادل اقتصادي، عم نحكي عن قوة رأي مهم رح يكون عم بيصير في العالم. هدول الأمور بطبيعة الحال رح تكون عم تنشأ ما بين أي عضو رح يشترك أو رح يكون جزء من البريكس. شو المميز في وجود المملكة العربية السعودية يمكن هذا التجمع؟ أول شيء بطبيعة الحال فيما يتعلق في سوق النفط، رح يكون في عنا صوت أقوى، رح يكون في عنا صوت موحد، رح يكونوا عم بيأثروا بطبيعة الحال في الأسواق الطاقة بشكل أكبر. وكمان هدف السعودية لتكون عم تبعد عن يمكن النفط رح يكون عم بيفيدها أكثر وأكثر. الأمر الآخر كمان اللي بدنا ناخذه بعين الاعتبار بطبيعة الحال اللي هو الابتعاد عن الدولار الأمريكي، ويمكن هو هيدا نقطة يمكن الإجماع ما بين الدول المنضمة لبريكس. فوجود كمان السعودية في هذا يمكن المجموعة بعيدا عن الدولار اللي قد يكون أو لن يعود كمان عم يسعر بالدولار الأمريكي، هذه نقطة مهمة اقتصاديا وسياسيا. ويمكن مشان هيك عم نشوف الحديث اليوم من السعودية نوعا ما يمكن مع هال يمكن التوترات اللي عم تزيد ما بين الصين والولايات المتحدة، يمكن كمان بتلاقي المملكة العربية السعودية الأفضل أن تحافظ على العلاقة مع الدولتين العظمى كمان من ناحية يمكن الطلب. فمشان هيك يمكن عم نشوف نوع من تبخي الحذر، ولكن أظن لابد من تشكل نوع من العلاقات ما بين المملكة العربية السعودية وبريكس، إن كانت كعضو رئيسي أو لا. أظن يعني بعض العلاقات رح تتشكل طبيعة الحال مع هذا التزامن. طيب برأيك سيدة فرح، هل سنشهد تغيرات اقتصادية دولية في 2024 بحيث تساهم في وضع حد لتوسع تداعيات المشاكل والأزمات الاقتصادية الحالية، وماذا من الممكن أن تكون هذه التغيرات؟ هلا بطبيعة الحال يمكن عدناها بس تحكررها كمان اللي يكون اللي عم بيتابعونا عارفين التوقعات للعام المقبل، نكون عم نشوف تشكل علاقات اقتصادية أو ابتعادة كمان ورح يكون عم بيأثر بطبيعة الحال كنا عم نحكي عن سلاسل التوريد مثل ما قلت لك والتضخم. الأمر الأهم بعيدا عن المخاوف الجيوسياسية رح يكون عندنا هذا العام أكثر من 64 انتخابات حول العالم، ممكن عم نحكي عن الولايات المتحدة في نهاية العام، عم نحكي عن كمان المملكة المتحدة، عم نحكي عن منطقة اليورو بشكل عام، وحتى العديد من المناطق الآسيوية كنا عم نحكي عن مثلا الهند والعديد كمان من الدول المحيطة فيها. ليش هذا الشيء مهم؟ لأنه عم نبلش كنا عم نسمع أصوات مثلا في منطقة اليوروزون اللي كتير يمكن الصوت اليميني نوعا ما عم يرتفع في تلك البلاد، وهذه الأصوات نوعا ما عم تحكي عن الابتعاد عن التجمع الأوروبي، عن اليونيون الأوروبي، وهذا الشيء طبيعة الحال رح يكون عنده تداعيات اقتصادية. كمان عم نشوف العلاقات ما بين كمان المملكة المتحدة وأوروبا طبيعة الحال على حسب مين رح يكون عم يربح الانتخابات، المملكة أو الولايات المتحدة بشكل آخر. كمان وجود دونالد ترامب أو وجود بايدن كمان في الرئاسة رح يكون عم بيشكل نوعا ما الصورة السياسية والعلاقات ما بين الدول. في حال مثلا رجع دونالد ترامب في عنا مشاكل يمكن نلاقيها مع إيران مستمرة، يمكن نرجع نشوف تصالح في العلاقات مع الصين. مع وجود بايدن يمكن كمان عنا علاقات أخرى رح تتضرر وعلاقات أخرى رح تستفيد. فأظن أنه عام مهم جدا نكون عم ندس النبض. أظن أكثر شيء بطبيعة الحال في أوروبا قديش في عنا توجه إلى اليمين، إلى اليمين المتطرف أو لا بعد ما وصلنا لهيدا يمكن لهيدا الأصوات، ولكن العديد من البلدان في أوروبا يبدو أنه هيدا الصوت نوعا ما عنده فرصة أن يكون عم يربح في هيدا العام. طيب أنتقل معك إلى أزمات التضخم وآمال بتيسير السياسة النقدية في البنوك العالمية أو للبنوك العالمية حول العالم في 2024. برأيك من أول البنوك التي من الممكن أن تقلل أو تقلص التشديد النقدي خلال 2024؟ انه على يعني اذا بدي اعطيك الجواب الاسرع رح اقول لك اظن الولايات المتحده عندها الفرصه الافضل انها تكون عم تقلص سياستها التشدديه. ليش؟ لانه عم نشوف عندها نوعا ما اقتصاد قوي، نوعا ما سيناريو الهبوط الناعم للاقتصاد واضح اكثر او
متوقع أكثر في الولايات المتحدة مقارنة مثلا خلينا نشوف اليوروزون اللي عندها مخاوف البيانات الاقتصادية اللي عم تصدر من المنطقة لم تكن جيدة، حتى مع يمكن آخر إصدارات من ألمانيا اللي تعتبر أكبر اقتصاد في أوروبا لم تدل على يمكن اقتصاد قادر يحمل هالسياسة المتشددة. نفس الشيء ببريطانيا، في عنا تضخم مرتفع جدا، وعلى الرغم من هالشيء ما في عنا يمكن حركة عجلة اقتصادية جيدة قد تجبر بنك إنجلترا أنه يقلف السياسة المتشددة أسرع من وقتها. نتوجه أكثر شرقا إذا بدنا نشوف أستراليا، نفس الشيء في عنا تضخم مرتفع جدا قد يجبر كمان المركزي أنه يهتم في هذه السياسة المتشددة. هلا من الناحية أساسيات الاقتصاد، أظن الولايات المتحدة عندها الفرصة الأفضل أن تحقق الهبوط الناعم وأن تتوجه لتقليص السياسة المتشددة. ليش بهم هذا الشيء للمستثمرين؟ بهم هذا الشيء لأنه أي دولة بتحافظ على سياستها المتشددة رح تكون عم تدعم عملتها في وجه سلة العملات الأخرى، ومشان هيك البعض يراقب كمان يمكن السياسات البنوك المركزية، لأنه الهنس البسيطين اللي بدي أعطيكم إياها للمتداولين أو للمستثمرين، نسبة التضخم في بلد معين والسياسة الفائدة، الارتفاعات بهدول الاثنين بتخلينا نتوقع مين رح يكون عم بيقلص آخر شيء، والتراجعات في التضخم رح يكون عم بيعطينا فكرة عن مين رح يكون عم يتوجه للتقليص السياسي. مشان هيك أظن أن الولايات المتحدة عندها الفرصة الأفضل لتقليص السياسة المتشددة. طيب، إذا ما انتقلنا إلى الاقتصاد الآسيوي، الصين على غير المتوقع ثبتت أسعار الفائدة. ما رأيك بما قامت به الصين، وأيضا ماذا يترقب المستثمرون من اقتصاد الصين في 2024؟ هلا شو رأينا بأنه ما كان في عنا تقليص للفائدة؟ أظن أنه كان نوعا ما من الصعب او يمكن من المخيف للاسواق انها تشوف توجه كمان الحكومه لتقليص الفائده. ليش؟ لانه لا نظن انه كافي هذا يعني القرار بانه يرجع يعيد يمكن الثقه او الاستهلاك الكبير في قطاع العقارات مثلا، وبنفس الوقت هيك امر رح يكون عم يضرب اليوان اللي عم يتراجع كان بشكل كثير كبير. فاذا كان بدهم يعملوا مثل معادله ما بين الايجابيات والسلبيات، اتصور انه وصلوا لنتيجه انها ما رح تفيد بشكل كثير كبير الاسواق. البيانات اللي كانت عم تصدر كمان خلال اليوم ما كانت عم تبشر بانتعاش قوي في الصين، تراجعت الاسهم بشكل كثير كبير. اظن انه السياسات اللي ناطرينها المستثمرين خصوصي من بعد هالتراجعات اللي نوعا ما عم تخلي الاسهم الصينيه رخيصه، عم تقدم لنا اماكن جيده لنكون عم ندخل عليها، ولكن ما عم نشوف تاثير الاستهلاك. المستثمرين عم يراقبوا بشكل كثير مهم الاستهلاك الداخلي في الصين، اللي ما عم نشوف انتعاش له من بعد عوده الاقتصاد وفتح الاسواق ما بعد كمان الوباء. الامر الاخر بطبيعه الحال انه كنا عم نشوف نوع من تهداية الانهيارات اللي كنا عم نشوفها بأسواق الأسهم، ولكن السياسات المتبعة لفترة طويلة كانت عم تعطي صورة للمستثمرين أنه في تخبط في السياسات أكثر من ما أنها فعلا موجهة لتحل المشاكل. أظن المستثمرين رح يكونوا في انتظار سياسات واضحة أكثر، أهدافها واضحة أكثر. والأمر الآخر كنا عم نشوف يمكن هالتراك داون أو هال يمكن المتاعب اللي كانت عم تشهدها يمكن قطاع التكنولوجيا في الصين ونهايتها كانت في الجيمنج في الألعاب الإلكترونية، كان من المهم إن ما نكون عم نشوف كمان عودة يمكن تقليص يمكن حرية هذا القطاع في الصين. أظن في حال شفنا لفترة أطول إنه ما في نوع من الكراك داون على هذا القطاع، قد نرى عودة شهية للمستهلكين المستثمرين اللي أظن هن بس ناطرين فرصة ليشوفوا نوع من الستابيليتي في الأسواق الصينية ليرجعوا يدخلوا عليها بسبب الأسعار المتدنية جدا في الوقت الحالي. طيب، بالانتقال إلى أسواق الطاقة، لعل الحدث الأبرز حاليا هو موضوع الشحن عبر البحر الأحمر وما تتعرض له المنطقة من تشنجات. الجارديان صرحت بأن هذه الأزمة لعلها تحطم كل الآمال في التعافي الاقتصادي العالمي في 2024، يعني بعد أزمات عديدة، التضخم والركود وجائحة كورونا وغيرها، بدأ الآن التعافي الاقتصاد بالتعافي. وضعت أزمة البحر الأحمر أنها لربما توقف هذا التعافي الاقتصادي. ما هي الحلول البديلة برأيك لموضوع الشحن عبر البحر الأحمر؟
هلا كمان عم نشوف البعض المحللين عم يتوقعوا انه بسبب هالمشاكل قد ترتفع كمان او قد تأثر على اسعار النفط بارتفاع حوالي من 10 ل 20 دولار للبرميل، وهذا بطبيعة الحال مشاكل مهمة جدا قد يعاني منها العديد من الدول، لانه يمكن من اهم العناصر للتضخم خلال الفترات الماضية، اللي كمان كانت العديد من الدول سعيدة بأن تقلصت هي اسعار الطاقة. البديل موجود، خصوصا لما نشوف نحن اوبك بلس عندها القدره انها تكون عم تنتج بشكل كثير كبير، في عنا العديد من الدول اللي كمان كان في عليها حصار عندها القدره انها تكون عم ترجع تعيد النفط الى الاسواق، فيمكن في حال كنا عم نشوف ارتفاع او ارتداد على الاسعار على فتره زمنيه متوسطه او قصيره بسبب ما يحدث في البحر الاحمر، بس العالم نوعا ما عنده القدره انه يكون عم يمكن يسكر هالفوهه ما بين العرض وما بين الطلب، لانه عند الدول العديده عندها القدره انها ترجع تعيد الانتاج، وهي خفاض ضده طوعا لتكون عم تحافظ على اسعار النفط المرتفعه، فهذا امر لازم ناخذه بعين الاعتبار. طبيعه الحال اذا في عندنا كمان الهند قد تكون طريق كمان جيده دي النفط قد يساعد، أظن على الفترة الزمنية القصيرة رح نكون عم نشوف ارتفاع لارتداد لأسعار النفط بسبب هذه المشاكل، ولكن منا مشاكل قد تعيد يمكن مستويات ال 120 و 100 دولار للبرميل اللي كنا عم نشهدها خلال السنوات الماضية، لا أظن أن هذا سيناريو محتمل كثير. طيب قبل أن أختتم معك في العملات الرقمية أود أن أسألك عن عملة الدولار. الآن بدأ تقليص التجديد بالنسبة للسياسة النقدية، خفض ما يعني خفض أسعار الفائدة في البنوك العالمية، بالتالي في الفيدرالي الأمريكي أقصد بالتحديد الخفض سيكون، بالتالي سيؤثر على سعر الدولار ومن ثم النفط ومن ثم الذهب. كيف ترين مستقبل العملة الخضراء في 2024؟ هلا كنا عم نشوف الاسواق عم تسعر سيناريو كثير اظن فينا نسميه بانه الخيالي، كنا عم نحكي او الاسواق كانت عم تسعر 6 يمكن تقليصات لاسعار الفائده في العام المقبل، ونوعا ما اقرب من المتوقع قد نراها في النصف الاول من العام او حتى الربع الاول من العام، اظن هذا سيناريو مستبعد. طبيعة الحال كل ما نكون عم نتوجه لتقليص السياسة النقدية لتقليص التجديد مثل ما كنا عم نحكي من قبل، وأي بنك معقول يكون عم يتوجه لتقليص قبل، طبيعة الحال هذا بيكون عم بيأثر وعم يضغط على قيمة عملة الدولار في وجه أو سلة العملات الأخرى، ولكن أظن اليوم كنا عم نشوف ارتداد للدولار، ارتداد في وجه العملات الأخرى، لأنه بيعيد ويأكد سيناريو أنه نوعا ما الاقتصاد الأمريكي أقوى من الاقتصادات الكبرى الأخرى، عنده القدرة أنه يضل متشدد نوعا ما أكثر من غيره إذا بدنا نقارنه في اليورو أو في الباوند على الفترة الزمنية الأطول. العديد من يمكن محافظي الفيدرالي تكلموا عن أنه الأسواق عم تساعد بشكل كثير كبير هذا التقليص، لا يروا أكثر من يمكن، وأظن أنا بوافق على هذا الرأي، أنه 3 تقليصات في 2024 بنسبة 0.25 كل تقليص، إلا إذا جاءت بيانات اقتصادية بالفعل فرجتنا تراجع كبير في التضخم، ولكن لازم نتذكر التضخم بالوقت الحالي عند 3.2 والتارجت الهدف للفيدرالي عند 2%، وإذا بدنا نعمل نوع من المعادلات بنشوف إنه التوقعات يكون عم يتراجع التضخم نوعا ما 0.2 كل شهر، فالمفروض نكون عم نوصل إلى قريب من المستويات أو قريب من مستويات قد تجبر الفيدرالي ليكون عم بيعيد النظر بالسياسة المتشددة في منتصف العام المقبل. 3 تقليصات الفائدة هو السيناريو الحالة الرئيسية، طبيعة الحال بعيدا عن أخذ بعين الاعتبار التوترات الجيوسياسية والتضخم والأمور الأخرى يعني اللي هي خارج عن توقعات أي دراسة. نعم، بسؤال أخير سيدة فرح، بالنسبة للعملات الرقمية الآن أمريكا سمحت رسميا بصناديق إدراج صناديق تداول البيتكوين في البورصات، برأيك هل ستغير شرعنة البيتكوين قواعد لعبة العملات المشفرة؟ باختصار لو سمحت. هلا بطبيعه الحال هذا الامر اللي يمكن العديد من محبي او يمكن مدافعين عن العملات الرقميه كانوا ناطرينه بشكل كثير كبير، ولكن السؤال الاهم هل ترجم هذا الشيء للاسواق في الوقت الحالي؟ اذا بتلاحظ من بعد الخبر اوكي كنا عم نشوف بيك عم نشوف ارتفاعات للبيتكوين والعملات الرقميه الاخرى، الى يمكن بعد نهار واحد من الخبر جانا وشفنا التراجعات
وحتى على عملة البيتكوين نوعا ما كانت كبيرة، وصلنا هلا تقريبا عند مستويات 43,000. أظن هالتراجعات هي على الفترة الزمنية القصيرة، أظن يمكن مثل ما كنت عم تحكي فعلا رح يكون هيدا الشيء إيجابي على كل سوق العملات الرقمية. البعض اللي ما عم يقدروا يفهموا يمكن التحركات الحالية على الفترة الزمنية القصيرة ما بعد الخبر، لازم أخبركم التراجعات العديد من المستثمرين في الأسواق يتوجهوا إلى يمكن طريقة شراء الشائعات وبيع الخبر، ومشان هيك كنا عم نشتري شائعات إنه طبيعة الحال رح يكون في عنا سوق أو صندوق البيتكوين، ووقت جاء الخبر عادة ببيعوا ليعملوا يمكن أرباح من هذا الخبر، ومشان هيك عم نشوف التراجعات. كمان هالتراجعات مدعومة بقوة الدولار اللي كنا عم نشهدها، إن كان بوجه السلع، إن كان بوجه الأسهم، أو حتى طبيعة الحال في وجه العملات الرقمية. أظن إنه منه مستدام هذا التراجع اللي أنت عم تحكيه، هو فعلا رح يكون يمكن مستقبل باهر لعملات البيتكوين وللصناديق الاستثمارية في البيتكوين وفي العملات الرقمية الأخرى. أي تشريع هو ما يحتاجه الأسواق ليكونوا عم يرجعوا يضخوا مرة تانية في الأسواق. ما شفنا تضخ كتير كبير على فكرة سيولة من بعد الخبر، ولكن أظن أنه قادم لا محالة. نعم، فرح مراد محللة أولى للأسواق المالية من دبي، شكرا جزيلا لانضمامك معنا في هذه الجولة من الأسواق. شكرا.